أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أحرز الجيش الحر تقدما في البادية السورية باستعادته السيطرة على منطقة أم رمرم بعد اشتباكات أسفرت عن قتل العشرات من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها. مصادر في الجيش الحر أكدت تدمير دبابتين وعدد من المدرعات التابعة لقوات الأسد وإرغامها على الانسحاب إلى منطقة مكحول. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دي مستورا إن وقف إطلاق النار في سوريا صامد حتى الآن منذ دخوله حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضي. وأضاف دي مستورا أن وقف التصعيد الأمني في جنوب غرب سوريا قد يكون مرحلة على طريق هدنة على مستوى البلاد، لكنه أوضح أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض التوتر والتصعيد مؤقتة. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً إتمام عملية تحرير مدينة الموصل من احتلال داعش، ووصف العبادي استعادة السيطرة على المدينة بأنه انتصار على الظلام والوحشية والإرهاب، مؤكداً أن أمام العراقيين الآن مهمة تطهير خلايا داعش المتبقية، وهي عملية تحتاج إلى جهد استخباراتي وأمني على حد تعبيره. أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً تقول فيه إن قطر تهربت من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاق الرياض الذي وقعت عليه في عامي 2013 و2014، وتشدد الدول الأربع على أن المطالب 13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة. اعتقلت قوات الأمن البحرينية أحد منفذي تفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز الشهر الماضي وأدى إلى قتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها تمكنت من تحديد هويات المشتبه بهم والكشف عن ملابسات الهجوم، مؤكدة أن المجموعة الإرهابية عملت تحت إشراف وتمويل شخصية هاربة إلى إيران ومتورطة في تشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ جرائم في البلاد. قدم ريال مدريد لاعبه الثاني لهذا الموسم الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي تعاقد معه من أتلتيكو مدريد بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده. وسيكون هيرنانديز البديل الأفضل للظهير الأيسر مارسيليو الذي عانى طوال سنوات عديدة من غياب بديل له. الموجز إلى النقاط.